يوم عظيم، وكان التاريخ يعيد نفسه يعني منذ 4 سنة تقريبا في 15 نوفمبر 88 التقى الإخوة الفلسطينيين لهنا برئاسة الرئيس المرحوم شادلي بجديد ورئيس أبو عمار الشهيد رحمه الله في أبو عمار في قصر الأمم لإعلان الدولة الفلسطينية. وهو الآن بعد حوالي 34 سنة يعاد نفس الأمر على مستوى الجزائر. الآن ما قام به الرئيس عبد المجيد تبون هو يعكس بالفعل قيم ثورة أول نوفمبر وقيم هذا الشعب، وفعل الرئيس عبد المجيد تبون هو مجسد فعلي لكل طموحات الشعب الجزائري. الجزائري لا يفصل وضعه الداخلي بوضع فلسطين. اليوم كل العائلة الجزائرية وكل الشعب الجزائري يتابع هذا الإنجاز الكبير الذي قامت به الجزائر وسياستها الخارجية برئاسة بقيادة السيد رئيس الجمهورية على نجاح فيما فشل فيه الآخرون، لأن تجمع كل هذه الفصائل المتفارقة والمختلفة مع بعضها البعض في الجزائر وفي هذا الظرف الحساس ليطغى عليه يعني عن جهية الكيان الصهيوني بآلته العسكرية ومئات من الشهداء شهريا كشباب يقدمون أنفسهم فداء للقدس الشريف وفلسطين الحبيبة. نحن اليوم سعداء جدا بهذا الانتصار، ولقد لاحظنا بأن كل فصائل فلسطين التي نعرفها جميعا لدينا علاقات مع قيادتها كانت في سعادة تامة وكلها عزم وإرادة على تجسيد هذا الاتفاق. ليس الاتفاق مهم، ولكن تجسيده هو أيضا مهم جدا.